اتفضل يا محمد. ايوه محمد ابو زر الجندب التونسي، اتفضل. كيفك؟ نعم، انا سمعتك لم تفهم مساله، انت لم تفهم مساله الحمر المشرقيه. الامام الصادق وضح انه لا يسقط القرص الا بغياب الحمر المشرقيه، فوقت صلاه المغرب هو عند سقوط القرص، عند ماذا؟ زوال الحمر المشرقيه. وبدعة أبو الخطاب كانت تؤخر الصلاة إلى الليل، اشتباك النجوم، أي عند غياب الحمرة المغربية، وأنت لم تفهم الأحد. طب واضح؟ ممكن فنحن تفهمنا لا أتباع حضرتك أبو ده؟ الخطاب ما ولا فيش أتباع مشكلة، السقيفة. ما فيش مشكلة حضرتك، انت ممكن أيوة، تفهمني ده. ما فيش مشكلة. حضرتك أيوة. ممكن تفهمني الكلام ده؟ افتح كده كتاب الهداية للصدوق، الهداية ماذا؟ كتاب الهداية للصدوق أي باب وقت المغرب والعشاء. كتاب الهداية للصدوق. أي ماشي، صفحة أيوة 129. عندي صوتين، عندي صوتين. 129، صفحة أنا يعني 129. لحظة، ليش أنا مفتوح؟ وليد إسماعيل تسمعني؟ أسمعك كويس. يعني أنا أسمع صوتين، واحد أنت تتكلم فيه وشخص آخر يكلمني في لا، الكنترول. هو واحد بس اللي أوكي. بيتكلم. لا أنا أسمع شخص آخر والآن سكت، يعني كيف أركز معك وأنت تتكلم؟ خلاص يعني التاني سكت الحمد لله دلوقتي. نعم، أي مو مشكلة، أنا أسمع صوت آخر، نعم أسمع صوت آخر ماشي، باب الآن، يعني يمكن لآخر أبواب يتكلم بس الصلاة، طولش تعليق. أبواب الصلاة صفحة أي 129. عارف، أي عارف، اسمع. عندنا غيبوبة الشفق أنا ماليش دعوة بعندك وصلاة أنت القرص مين، أنا وغيابها. عايزك تفسر لي هنا، أنا هقرأ لك وأنت تفسر، ماليش دعوة أنت عندك إيه. إيه أنا الآن أجيبك، أنت ليش باب تقول وقت لي أسمع؟ المغرب والعشاء، نسمع وليش ما كلام، تسمع؟ نسمع كلام، نسمع وليد الكلام. إسماعيل، ليش ما تسمعني لما أتكلم يعني؟ ليش؟ حضرتك ليش؟ اسمع بس، أنا هقرأ لك وفسر لي أنت، إيه أنا هقرأ جيت لك وفسر أتكلم لي. بس أريد لحظة، أريد قال أكمل، الصادق، لم أكمل كلامي، سأقرأ روايات. حضرتك انا سأقرأ هقرا لك، روايات، انا هقرا لك وانت كيف؟ تفسر لي. انت طلعت كيف دلوقتي، أقرأ؟ أنا أقرأ، انت أنا طلعت أستفيد هو وأنت اعطيتني أنت تفسير تقول. يا استاذ، انت طلعت اعطيتني تفسير خنفشاري بعدين لا أيوه، يتماشى مع الروايات بعدين اللي أنا عندي. أنقض عليه. ليش أنت ما تفهم؟ أنا بعدين أنقض عليه، خليني أقرأ يا روايات. استاذ انا الان، انت الان طلعت تفسرت تفسير من كيسك، انا دلوقتي عندي كلام المعصوم لحظة، هقراه للناس وانت فسره لي. ارجعوا لوسائل الشيعة، نعم ارجعوا عن المعصومين، ارجعوا يا لوسائل استاذ الشيعة انا عندي الجديدة. دلوقتي لو سمحت اتفضل فسر لي ديت الرواية ديت، افتح معايا. ليش هذا الخبث؟ يعني وليد إسماعيل لو أنت سمحت، لو سمحت تكلمك يا استاذ، شوي، لو سمحت يا استاذ، تتكلم ولو لدقائق في هذا، لو سمحت يا تتكلم استاذ ولو الان انا لدقائق سبتك تفسر زي ما انت عايز، وقلت لك في كتاب عندي، قلت لي اتفضل، وبعدين دخلت في مشكلة الصوت. بماذا انا الان تتكلم؟ عايز اقرأ لك الرواية اللي لا عندي تستطيع. وتفضل فسرها لي. بعدين خليني أكمل كلامي وأفسر لك بعدين. يا استاذ انت بالنسبة الان فسرت مسألة المشرق ومسألة المغرب وان خليني القدس أقرأ، يختفي مع الحمرة، انا دلوقتي معايا كلام للمعصوم عايزك تفسره لي. إيه أنا أكمل كلامي بعدين أقرأ لي الرواية اللي أنت اللي تريدها، فهمت؟ يا باشا فصل أوكي. لي، يا باشا فصل لي اتفضل، انا اللي المفروض اطرح عليك السؤال، وانت راجل شيعي ومحاور، المفروض انا اطرح الاشكالات اللي عندي وانت تفسرها لي. نعم، خليني أكمل كلامي أوضح للناس وبعدين أفسر لك، إيش بيك؟ مش انت خلصت تفسير الحمر عندك والقرص؟ أنا أريد أقرأ. على فكرة إخوتي، أريد إسماعيل، أعطيني دقيقة أخرى وبعدين أقرأ لي روايتي، دقيقة فقط. يا استاذ انا دلوقتي عندي اشكاليه تخالف الاشكاليه، تخالف تفسيرك اساسا من دقيقة كلام معصوميك. يعني عجيب أمرك، دقيقة اتفضل، طب أريد اتفضل دقيقة فقط بدون مقاطعة، اتفضل 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 لما دقيقة نشوف. بدون مقاطعة، أشهد عليه. أيضا وليد إسماعيل كذب على الشيعة وقال، لما ترد كالعبارة عدى عن بعض أصحابنا وعدى من أصحابنا، هذا لا يفيد مجهولية الرواة، أنت جاهل بدين الشيعة، هذا إنما أن التعبير عن جماعة من المعروفين. مثلا ذكر النجاشي في قال كل ما كان في كتاب، يعني الشيخ الكليمي يقول، الشيخ الكليمي يقول وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن الحسن، فهمت؟ وذكر الرشاش عدته فقال كل ما كان في كتاب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم، وذكر الأسماء، يعني وهذا يعني هم رواة معروفون وثقات، فهمت؟ وأنت تكذب على الناس. خلاص خلصت كلامك؟ هذه رواية مجهولة، لا تكذب على الناس. خلصت كلامك؟ نعم، لا تكذب على الشيخ. طيب ابين لكم بقى، ابين لكم الان، لا يعني لو سمحت اسكت بقى انا اتكلم، لو سمحت اسكت اتكلم انا، لو سمحت اسكت اتكلم انا، تمام؟ تعالوا يا اخوان، هات الرواية ديت اللي هو بيقول لك ان في فرق، يعني هو بيقول ايه عن عدة من اصحابنا، دي عدة الميكانيكي بتاعت الكافي كلنا عارفينها، لما بدأ سيدي تكاتب في اول الحديث، بتتكتب في اول حديث، فلما تيجي ترجع لعده من اصحابنا او عده من اصحابنا دول ذكرهم الكافي كمجموعه في بدايه الحديث، لكن تعالوا شوفوا الحديث هنا بيقول ايه يا اخوانا، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن احمد ابن اشيم، عن بعض اصحابنا، هما فين عن بعض اصحابنا؟ عن ابي عبد الله، يبقى ليه عن بعض اصحابنا جاءت قبل ابي عبد الله؟ عن عدة من أصحابنا دي تأتي إيه؟ يعني لو سمحت، لو سمحت خلينا أكمل، ما تطعني 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 ما قطعتك أنا. هناك فرق بين أن يقول صاحب الكافي عن عدة من أصحابنا، يعني أصحابي أنا، تنتهي هذه العدة لمن؟ لمحمد بن يحيى، وبعد كده يسرد الحديث. لكن هنا الحديث يقول ايه؟ عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، علي، عن علي ابن احمد ابن اشيم، عن بعض اصحابنا. بعض اصحابنا هنا من؟ هل هم اصحاب الكليني؟ لا، مش اصحاب الكليني هنا، والا لو هم اصحاب الكليني إذا لابد أن يأتوا في بداية الحديث وليس عن أبي عبد الله، لأن أصحاب الكليني لم يعاصر منهم أحد أبي عبد الله. وضحت أيها الكذاب المدلس؟ وضحت أيها الكذاب المدلس؟ اتفضل، ما زلت تكذب على الناس. اتفضل اتفضل اتفضل، أديك المساحة، اتفضل. أجيبك أجيبك يا إخوة الشيعة، ايضا كما كان للشيخ الكليني اصحاب وهم ثقات عنده ويعبر عنهم بعده لكثرتهم، نقلوا نفس الكلام، فكذلك في اصحاب الائمه واصحاب اصحابهم من كانوا يحدثون عن زراره ومحمد بن مسلم وابي بصير وغيرهم، فكانوا يعبرون عن بعض اصحابنا. فهمت ولد اسماعيل؟ هل تفهم؟ خلاص خلصت، شفتوا كذب ازاي؟ اولا هو قال لو سمحت، لو سمحت خلينا نتكلم، انا ما قاطعتك، اي انا ما قاطعتك، انا ما قاطعتك، انا ما قاطعتك، نعم انا ما قاطعتك، لو سمحت اسكت، لو سمحت اسكت، نعم هل كان ربك، لو سمحت اسكت، لو سمحت اسكت، بيهرب اهو، بص داخل في موضوع تاني عشان يهرب، لو سمحت اسكت، انت وحيد بتخاف مني يا وليد، تخاف منك، لو سمحت اسكت، لو سمحت اسكت، لو سمحت اسكت، قل لي اجب، لو سمحت اسكت، بالله عليك وليد اسماعيل، لماذا تخاف؟ لو سمحت اسكت، لو سمحت اسكت للمره الاخيره، لو سمحت اسكت، باهي ساسكت يا رب، حاولنا في التوحيد، لو سمحت اسكت. الان حاب ينتقل الى مساله الاسماء والصفات عشان يعمي على الكذب بتاعه. الاول كانت عده من اصحابنا دي عده الكليني، يعني اصحاب الكليني، فلما انا أظهرت كذبه وتدليسه على الناس، قال لك كذلك من أصحاب المعصوم لهم أصحاب، ولكنهم لم يذكروها. في حاجة اسمها إن أصحاب المعصوم لهم أصحاب ولكنهم لم يذكروها، فحاول يخلط ما بين أصحاب الكليني التي تأتي في بداية الحديث، يعني دائما صاحب الكافي يقول إيه عن عدة من أصحابنا، يعني أصحاب من؟ أصحاب الكليني، وبعد كده يسرد الحديث، يسرد رواية الحديث. ولكن في الحديث ده، هات تاني كده، هات تاني يا احمد، معلش
بيقول ايه؟ عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي ابن احمد ابن اشيم، عن بعض اصحابنا. مين بقى اللي قال عن بعض اصحابنا هنا؟ مين اللي قال عن بعض اصحابنا؟ المفروض ان هو ايه؟ علي ابن احمد ابن اشيم. علي ابن احمد ابن اشيم، مين اصحاب علي ابن احمد ابن اشيم؟ في حاجه اسمها في الروايه نفسها داخل الروايه يقول عن بعض اصحابنا وتعد الروايه صحيحه. يلا يلا يا اهبل، يلا ابوك ممكن يكون راجل طيب، شفت صبرت عليك للاخر ازاي؟ امشي يا عبيط. اوعى حد يكذب في البرنامج بتاعي عندنا، اوعى حد يجي عمي على الشيعة قبل السنة. نحن لكم بالمرصاد. المفروض ان انا المفروض بقى ان ايه؟ علي بن احمد بن هشيم هو اللي قال عن بعض اصحابنا، يعني عن بعض اصحاب علي بن احمد بن هشيم، مش الكليني. فالله المستعان. وبعد كده عايز يدخل يقول لك ربك ومش ربك، بيحاول ينرفزني يعني عشان يخرج من المسألة. ولما بهدته برضه في مسألة تعريفه للشفق والحمرة وذهاب الحمرة مع القرص، قلت له طب تعالى فسر لي كلام المعصوم عندك، قام جه هربان منه ودخل في عدة من أصحابنا. سبحان الله. وده محاور، المفروض إن ده محاور. لما دول محاوريكم علي العوض.